برنامجنا أيها السادة الكرام بيبتدي بكلمة، والكلمة بتجر الكلام، وكلامنا عن الأعضاء في جسم الإنسان. تمام، يعني لو قلنا عيناكي عيناكي نامت في جفونهما مفاتن أيقظت ليلي وأعصابي، أقول لك العين والنفس لما تؤمر بتخلي المعدة تطلب، تقولي طب الإيدين والقدمين والأنف والرئتين، أقول لك معاهم هنعيش في مسرات وهنقضي مع الأنس أوقات. مفيش عندنا مستحيل ومفيش محال، باختصار هتشوف حكايات وروايات جوه الفقرات عن أعضائنا الضرب. نجمنا ملك الكلام في كل المحافل والمؤتمرات، خبير في تذوق الطعام الحلو والمر والحامض والحلويات، هو كالحصان إن صنته صانك وإن أساء يكون نصيبه الجزاء. النيابة تطلب تطبيق مواد الاتهام. نجمنا هو اللسان. في بعض الأقاويل بنسمعها دايما زي إنسان طويل اللسان أو إنسان قصير اللسان أو إنسان فصيح اللسان، فإيه أساس هذه العبارات أو الأساس العلمي من هذه العبارات من الطب الشرعي؟ هو حكاية طويل اللسان وقصير اللسان لا تعني طول اللسان، يعني كعب يعني مش يطلع لسانه يبقى طويل فنقول ده طويل اللسان، ولا لسانه قصير بالمعنى اللي الناس بتفهمه ان هو كعضو قصير، لا، هي طول اللسان او قصر اللسان بيعني للناس هي الالفاظ او الكلام اللي بيتكلمه الناس. في واحد بيكون فصيح الكلام او ان هو يوصل المعلومات او قوي الحجة، بيتكلم كلام كتير، اذا كان كلامه في مواقع الصحيحة بقوة حجته ده ما بيقولش عنه طول اللسان، بيقول قوي الحجة. لكن لما يكون بيتكلم كتير ولسانه يعني في شيء من عدم الاحترام في الحديث او التعدي على الناس بالشتيمه، ودائما باستمرار بيكون مخلي لسانه هو اللي بيتكلم قبل عقله، فانا ده بقول عنه طويل اللسان. يقولوا ده لسانه قصير او حاجه، برضه لا يعني قصر اللسان من الناحيه العضويه، لا ده من ناحيه ان هو قليل الكلام. نفعك بس طولت لسانك وبهدلتك لمراتك وحماتك اهو ربنا ريحنا منك. انسان صليط اللسان، تفسير الطب النفسي لهذا الانسان ايه؟ هو في طبعا ناس يعني لسانها صليط زي ما بتقولي كده، يعني يدب الكلام ويشوط بالجامد بكلامه وتلاقيه عدواني شديد جدا العدوانيه. اول شيء ده بيبقى مؤشر لشخصيته، انه في شخصيه فعلا شخصيه عدوانيه انها تعتدي على الاخرين. والحقيقه الشخص الصليط اللسان بيؤذي الاخرين بشده جدا، لانه بيكلمهم وبيحرجهم وبيوصفهم، خاصه لو قابل شخص ما عندوش هذه القدره على انه يرد عليه. وفي نفس الوقت لو قابل شخص عنده هذه القدره هنبتدي نخش في معركه كلاميه كبيره جدا وهتحدث مشاكل. فهنا هي بيبقى نوع انواع التعبير عن ما بداخل هذا الانسان اللي هو صليط اللسان، على انه عدواني على هذا الشخص لاسباب معينه، انه ما بيحبوش، انه غيران منه، انه زعلان منه، انه طريقته الهجوميه اللي هي موجوده هي مؤشر للي جوايا تجاه هذا الشخص، فبتدي اعتدي عليه بقوه شديده جدا. ايه مش هحكيلك، انا ما عندكش دم ليه؟ لو تاني مره تعرضت لها ولا جيت ناحيتها
انا هسجنك. جن ليه؟ متشرد؟ انت اكتر متشرد. شغلك بس ما تزقش. بقول لك اتفضل ولا مش هيحصل لك. طيب الحقيقه اللسان ده يعتبر من الاجزاء الهامه جدا في جسم الانسان. معروف ان اللسان بيتركب تشريحيا من 4 عضلات اراديه هي المسؤوله عن حركه اللسان في كافه الاتجاهات. يعني اللسان يميل الى الناحيه اليمنى او الناحيه اليسرى او الى اعلى او الى اسفل او الى الخلف. هذه الحركه في كافه الاتجاهات تعتبر حركه اراديه بيتحكم فيها الانسان عن طريق 4 عضلات. هذه العضلات الاربعه بتاخد التغذيه بتاعتها من عصب مشهور جدا في داخل الراس هو العصب 12، وفي 3 عضلات بياخدوا من العصب 12، والعضله الرابعه بتاخد من العصب 9 وهي الاعصاب المسؤوله عن تكوين الراس. عايز اقول ان مش 4 عضلات بس اراديه موجوده في اللسان، ولكن في مجموعه كبيره جدا من العضلات اللا اراديه اللي بتدخل بين هذه العضلات الاربعه الموجوده في داخل اللسان. طب يا فندم ايه اشهر الجرائم اللي صادفت حضرتك وكان سببها اللسان؟ هو طبعا يعني هي في الحوادث كتيره بالنسبه لافعال الانسان بلسانه بالتكلم. يعني اذكر لحضرتك واقعه هي يمكن شيء مش هي القضيه، لكن ده كان في دفاع امام المحكمه، وكنت انا بشهد كبير اطباء شرعيين في القضيه، وكانت قضيه كانت موجوده في الميه بقى لها شهرين وكانت داخله في دور التحلل والكلام ده كله. فالدفاع طبعا عايز يشكك في الدليل الفني، فطبعا الاستاذ الدفاع الاستاذ المحامي عايز يشكك في التقرير الطبي، فسالني سؤال قدام هيئه المحكمه بيقول لي نحن نعلم ان اللسان ان اجزاء الجسم كلها تتحلل وتروح في التراب ما عدا اللسان يتبقى كما هو. طبعا سؤال محرج جدا، وكان سؤال فجائي، دخل اللسان في موضوع ايه؟ الجريمه نفسها، ودي جريمه قتل والكلام ده كله. فانا رديت عليه وقلت له والله نحن نعلم ان اللسان نسيج لحمي مكون من انسجه وعضلات، نسيج لحمي زي اي جزء في الانسان. طالما هو نسيج لحمي يبقى لابد ان يدخله التحلل ويتحلل ويروح، لكن ما يتبقى من اللسان هو ما يقوله اللسان. يعني حاجه معنويه مش حاجه عضويه، حاجه معنويه. ففي احد القضايا الاولاد كانوا برضو قعدوا يغيظ واحد اخرس، والاخرس ده تعرف بيبقى عصبي شويه. ليه؟ مش عشان ان هو حساس شويه، عشان النطق. هو طبعا اذكى، يمكن اذكى مننا او في الحاجات دي كلها، ده ربنا خلقه كده. فبرضو قعدوا يعاكسوه، هو بدا يتحامل على شخص معين دايما يقعد يطلع له لسانه، لان هو الاب كان ما بيسمعش معظم الحالات، لكن هي الحركه اللي بيشوفها من الثاني اللي تسيره تطلع لسان، فتربص له عشان حكايه القتل وقتله وقطع لسانه. فكان ده الخيط اللي بدت فيه لغايه ما عرفوا المتهم، لان هو كان دايما يقعد يطلع لسانه ويغيظ بها مين؟ هذا الشخص الابكم اللي كان متواجد، وطبعا غلبان هذا الشخص. اني احتج يا حضره القاضي على هذا التشهير الذي يلوث سمعه موكلتي. احتج ما شئت يا استاذ. محكمه وتبدا المرافعه بعبارات محكمه والفاظ متناغمه، يصول المحامي ويقول 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 ويقول. يا حضره القاضي، ان هذا المتهم مجرم عريق في الاجرام، وهذا ثابت من صحيفة سوابقي، فضلا عن علامات الوحشية التي ترتسم على وجهه بكل وضوح. لقد اعتدى المتهم على موكلي بالضرب، فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، والتي استدعت علاجه أكثر من 20 يوما، فأقعدته عن العمل فضلا عما تكبده من مصاريف العلاج، وكل هذا مؤيد بالمستندات المقدمة منا. بيقولوا كلمة لسان العرب، وهي يعني كناية عن التراث العربي. عايزين نعرف ايه أهمية اللسان وايه وظيفته ومدى تأثيره على المتلقي. اللسان الكلمة هي أقوى شيء في الوجود. في القرآن الكريم اقرأ. أيوه. في الإنجيل في البدء كانت الكلمة، أي أن الأديان السماوية تحترم الكلمة وتعرف قيمتها وقوتها وتأثيرها. الكلمة هي صانعة كل شيء. نحن نتخاطب الآن في حوار، كلمة مقابل كلمة، بجوار كلمة، فوق كلمة، تحت كلمة. فالكلمة هي القوة. المسائل العلمية
كيف تعرف؟ كيف توصل؟ بالكلمة. العلم بالكلمة، الأدب بالكلمة، الخطيب بالكلمة، المحامي بالكلمة، الدفاع عن الحق كلمات تختار بذكاء بفصاحة وتعرض على هذه الصورة تؤثر. عندي سؤال، سؤال واحد قد لا يكون له دخل بالقضية ولكنه قد يكون له أكبر الأثر فيها، وغير هذا وذاك قد يكون صدم لما في نفسي من تقدير بدقة ملاحظة الشاهد الذي أثار في قلبي أكبر آيات الإعجاب. تفضل يا أستاذ مختار. شكرا يا سيد عثمان. أيوة يا سيد. لون كرافتتي إيه؟ نعم أنا لا أرى، وأنا أرى ضرورة التأكد من دقة ملاحظة الشاهد. يا سيادة الرئيس، لون الكرافتة اللي أنا لابسها إيه يا سيد عثمان؟ لون إيه؟ زرقي ولا خضرة؟ زرقي. منقطة؟ مخططة. بالطول؟ بالجنب. ولا بالعرض؟ زرقة ومخططة بالجنب. هيك. والآن يا حضرات القضاة، الآن لقد ثبت أمامكم قدرة الشاهد الفائقة في التمييز والملاحظة. سوداء يا حضرات القضاة، سوداء يا زميلي عضو النيابة، سوداء سوداء كالليل البهيم الذي انقشع، سوداء بسيف الحق. الآن وقد ظهر الحق، فأنا أضع مستقبل هذا البريء، هذا البريء الواقف أمامكم بين هذه القضبان، أضع مستقبله بين أيديكم البيضاء، وأنا مطمئن إلى عدالتكم التي سرعان ما ستأمر بإطلاق سراحه. أستاذ لبيب معوض شيشيرون واحد من أعظم خطباء العالم القديم، إيه سر شهرته؟ ويريد تحكي لنا حكايته. شيشيرون خطيب ذو إرادة، كان ألفخ، كان في عيب وعورة حينما يخاطب حتى المخاطبة العادية، أراد أن يجعل من هذا الضعف قوة، أي من هذه العورة غطاء، فكان يتوجه إلى البحر ويقف في مواجهة هجير البحر ويتصور أن هذا الهجير هو الجمهور المتلقي. ألفت مولود بعيب خلقي، فكان يضع زلطاية صغيرة تحت لساني تقويما للساني، ويقف يخاطب الجمهور ويستمع إلى هجير الجمهور في غير خجل ولا وجل، إلى أن استقام لسانه وكان خطيب الخطباء. فهو إرادة وهو موهبة وهو مثابرة وهو خطيب. يقال عن الأديب فصيح اللسان، وعن عديم الأدب طويل اللسان، أما عند الجزار فاللسان بالميزان. دخل كذا زبون أجنبي وبصيت لقيتك بتتكلم، يعني قول إيه، بكل اللغات؟ اتعلمتها منين وجات ازاي؟ تقريبا بتكلم ثلاث لغات كويسين، تعلمتها عن طريق اولا الدراسة، وبعدين مع وجودي في المحل مع الاجانب اتعلمت منهم كتير، يعني ما فيش سياسة ام اقف سمع صدق اقعد، لا هم بيصلحوا لي، ومع التكرار
يعلم ايه؟ شطار طبعا. طبعا لسانك افادك في الجزارة؟ هو في الجزارة افادني كتير كجزارة اوكي، ان انا بتكلم مع كل مستوى على قد معايا، على قد فهمه او قدرته على التعبير معايا او التفكير معايا. فبتكلم المستوى الغطي زي ما هو عايز، بتكلم الادنى مستوى زي ما هو عايز. فإيمانية المحاماة فادتني جدا 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 في التفكير. ننتقل دلوقتي لايه؟ للسان الكندوز. يعني عايزين نعرف ده لسان كندوز مظبوط؟ اه لسان كندوز مظبوط. عايزين نعرف بقى ازاي ممكن هنا نطبخ اللسان الكندوز، نوضبه يعني نقطعه ازاي، نوضبه ازاي؟ ده ما بيتقطعش. بيتوضب ازاي؟ هو اصلا طريقه طبخه طريقتين. في الطريقه الشعبيه اللي احنا بنعملها كمصريين اللي هي عمليه البويل او السليق. ايوه. وبعدين بعد ما بتسلق بنسيبه شويه يبرد، بنقطعه ترانشات. ايوه. ونحطه في السيراميك مثلا قدام. في الطريقه الثانيه بقى اللي هو اللي بيقولوا عليه مدخن، ده الطريقه بقى بيعملوها ثانيه صعبه شويه. قول لي ولد خبيش يا شيخ، اين الفته ولحم السيخ؟ فته الفته الفته فته يا اخويا الفته. والفته ان كانت تحت خروف هتبقى حلال للملهوف، وفتلا يلهط منها الوف وتشوفه تقول فشر الحلو، هتاخدنا يلا اعمل معروف. الفته 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 الفته. اللسان ليس فقط كالحصان ولكنه ايضا كالحكم في شؤون الكوسه بالبشاميل والباذنجان. شيف قمر اهلا وسهلا. اهلا بيك. طباخ السم بيدوقه صح ولا غلط؟ نعم معلوم مظبوط. مظبوط. اول واحد بيدوق الطبيخ مين؟ الطباخ اللي بيعمله او شيف المطبخ اللي هو المسؤول عن المطبخ. بيدوق بايه حتى لو سم؟ الطباخ السم بيدوق بايه؟ بلسانه طبعا. باللسان. اذا اللسان هو اداه التذوق، يعني الاداه الاولى لاي شيف. مظبوط اكيد. طب شيف قمر عايزينك تقول لنا كده هوت اول يعني طبخه دقتها عملتها ودقتها كانت ايه؟ والله الطبخه اللي انا بحبها وبحب ان انا اقدمها واللي ورايا ياكل منها دي بدوقها حتى لو لو سم زي ما حضرتك اتفضلت قبل كده. طيب الملح اذا كان مظبوط هو معيار النجاح في اي طبخه، الكلام ده صح ولا غلط؟ هو معيار الشيف المظبوط كويس ان الملح بتاعه يكون قليل. قليل ليه؟ عشان اي حد هياكل اللي كان بيحب الملح قليل يبقى اوريدي ملحه مظبوط بالنسبه له. أيوه. او عايز يزود الملح بالظبط. طيب اكيد في فرق بين الذوق العربي والذوق الغربي، يا ترى ايه الفرق بين الذوقين؟ لا ده في شتان بين الذوقين. إيه؟ يعني الغربي ليه ذوقه والشرقي ليه ذوقه. الشرقي بيحب طبعا الاكل بتاعه مبهر، بهاراته زياده، ملح يكون اعلى شويه كويس. الغربي بيحب كل الحاجات بتاعت او اكلاته يعني يكون سوتيهات، حاجات مسلوقه، حاجات مشويه، يعني بتختلف تماما من غرب الشرق. شيف قمر دلوقتي لو طبخت لنا طبخه سريعه ولذيذه في نفس الوقت وهتدوقها لنا طبعا. ملوخيه 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 ملوخيه. هل حاسة التذوق بتختلف في حساسيتها من شخص لآخر؟ يعني في إنسان يحب الأكلات الحراقة جدا أو الحريفة وفي شخص ما يحبهاش، هل ده ليه علاقة بتركيب عضو اللسان من شخص لآخر؟ هو اللسان زي ما قلت لحضرتك مكون من نسيج وعضلات، العضلات عشان تحريك عضلة اللسان عشان يتحرك ويشتغل. في الجزء العلوي منه دي مناطق الحسية. الحسية منها التذوق والسخن والساعي، يعني أنا ما بدي تشوف سخن ولا ساعي تلاقيه بحس بلساني عشان أستطعم أو أقول ده مالح أو حريف أو أي حاجة برضو بلساني أنا اللي أشعر فيه إيه بالاستطعام. كذلك الحساسية بقى الزيادة ممكن واحد يكون درجة الحساسية بتاعته في التذوق أكتر من درجة شخص آخر. لأن برضو التذوق زي ما قلت لحضرتك بعد ما بيجي يستطعم برضو تيجي الأعصاب الحساسية بتوصل للمخ وتقول له ده مالح، العصبية التانية توصل المخ وتقول له لا خلي بالك ده حراق اوعى ايه تقرب منه. اما يجي يلسع اما يجي لسانه يقرب من حاجة سخنة بيجي ردة فعل على طول اللسان بيبلغ المخ ويقول له خلي بالك
الاعصاب طبعا دي كلها اعصاب تشتغل. احنا من غير ما نتكلم خلي بالك ده سخن اوعى تشرب لحسن بعدين يلسع لك لسانك. فكلها حاجات ايه في داخل الاعصاب والحسيات والايه والحركيه. معروف ان اللسان عنده وظائف هامه جدا. اولا اللسان هو عضو التذوق الاساسي، طبعا بيتذوق الحلو ويتذوق المر ويتذوق الحاذق ويتذوق المالح وهكذا. الحاجه الثانيه ان اللسان هو المسؤول الاساسي عن الكلام. الحاجه الثالثه ان بحركه اللسان ممكن الانسان يقدر يتنفس وممكن يبلع. اللسان ممكن يساعد على دفع الاكل الى الخلف، وفي نفس الوقت هو اللسان ممكن يساعد على حركه التنفس بالنسبه للانسان. اتعرف على حضرتك كابتن محمد فهيم، بيعمل في احد المطاعم الفايف ستارز او الخمس نجوم زي ما بيقولوا. ايوه عايز اعرف مهنه حضرتك ايه، يعني وظيفتك ايه في المطعم؟ هو حضرتك الكابتن في السيرفيز او اي شخص بيعمل في مجال السيرفيز اهم حاجه فيه ان هو يعني هاو تو ريسيف ذا جيست، او ازاي بيقدر يستقبل نوعيه الزباين بقى، من اذا كانت المان اذا كانت فرنسويين اذا كانوا اسبان اذا كانوا عرب او اذا كانوا مصريين طبعا. طب معنى كده ان اهم حاجه في مهنتك لسانك، مظبوط؟ اللسان، وقبل اللسان الابتسامه. الابتسامه، لكن برضو اللي بتعامل مع الناس عن طريق اللسان، لان بينكم على طول لغه وتلبيه لطلباتهم من خلال اللغه. اكيد، وبيفضل في الاول وفي الاخر ان بالنسبه للي بيعمل في المجال ده الانجليزيه في الاول وفي الاخر، واذا كان قبل اسبانيول يعني بيتكلم اسباني او ايطاليانو او برتغيز، يعني هو بيفضل ان انت ما تكونش ملم باللغه كلها، ولكن ازاي تقدر تساله تشرب ايه تاكل ايه، تقدر تقول له مع السلامه اهلا وسهلا يعني. في الحدود المهنه طبعا. طب هسال حضرتك حاجه بقى، كام لغه بتتكلمها او كام لغه بتقدر انك تجيب طلبات زباينك بيها؟ يعني هو اسبانيول وفرنساوي وايطاليانو والانجليزي طبعا في المقدمه يعني. بكل لغات العالم يقول، وفي كل بلاد العالم يصول ويجول، وفي الهند كانت محطة وصول، مئات اللغات وأساطير تطول. الأستاذ الدكتور سيد إحسان الرحمن مدير المركز الثقافي الهندي. تشتهر الهند بعديد اللغات ونقدر نقول مئات اللغات، فكم لغة في الهند وما عدد الشعوب أو كم قبيلة أو كم شعب بيفهمها وبيتكلم بيها؟ نعم، هناك عدد كبير من اللغات في الهند، وكما نقول على حسب تقدير حوالي 500 لغة ولهجات، ولكن عندنا 12 لغة تقريبا ننتج فيها، نكتب فيها الأدب الشعر والنثر وفي المواد الأخرى، و14 لغة معترف بها دستوريا، مكتوب أسماؤها في الدستور، و هذه اللغات تظهر في الأوراق النقدية أيضا. إضافة إلى اللغات الهندية المعترف بها عندنا لغة أخرى وهي اللغة الإنجليزية. نحن نتفاهم بين الشرق والغرب والجهات الأخرى، مناطق حيث لا توجد اللغة الهندية وهي أشهر اللغات في الهند، ونعتبرها اللغة القومية تقريبا. طب ما السبب يا فندم في تعدد اللغات في بلد واحدة بهذه الكثرة وهذه الكمية؟ نعم، نحن بلد واسع جدا وتقريبا قارة في البلد في دولة واحدة كما نسميها شبه القارة الهندية. كل هذه الفروق وكل هذه اللغات المختلفة هذا يحتاج إلى بحث وإلى يعني التمحيص. هناك العديد من الأمثلة والأقاويل عن اللسان باللغة العربية، فما أشهر هذه الأقاويل بلغة الهند؟ هناك أكثر من لغات وأكثر من لسان في الهند. وكذلك في كل لغة اسم للسان، وهذا هو هذا الجزء الذي نستعمله للكلام أيضا. فمثلا باللغة الأردو نسمي عليها ونطلق عليه اسم زبان، نفس الكلمة يعني يتسم بها اللسان هذا واللغة المنطقة. فمثلا باللغة الهندية نطلق عليها بحشة، ولكن لا نطلق على هذا اللسان الذي في فمنا الكلمة بحشة عليها.
وانا لا اعرف كثيرا من اللغات، لان انا اعرف اللغه الهنديه واللغه الاردو واللغه الانجليزيه الحمد لله، نعم اللغه العربيه، وربما هناك اسماء ولكن أخرى. انا لا اعرف. يقول الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبقى إلا صورة اللحم والدم. ويقول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين: إنما المرء بأصغريه، قلبه ولسانه. الشاعر فؤاد حجاج، يا ريت حضرتك تفسر لنا هذه الابيات. هو طبعا لما هنيجي نفسرها هنلاقي ان القلب اللي هو محط الشعور داخل الانسان لابد له من وسيله تترجم ما به من مشاعر واحاسيس، سيان اذا كانت متباينه او متناسقه. هذه الوسيله او هذا الجسر هو اللسان. لو لم يكن في اللسان وفي القلب هذا المعنى لأصبحوا مجرد قطعة لحم ومجموعة دم أو شوية دم. إذن يبقى بنربط المعنى في ذات الإنسان من خلال قلبه ولسانه. ده لما نيجي نتناول هذه الجزئية أو الشطرين الشعريين اللي احنا سمعناه. الجانب الثاني أن اللسان في الأدب الشعبي له مدلولات كتيرة جدا، بل في حكايات شعبية مثلا بتصور اللسان الوحش الذي يؤذي الناس بلسان الحية، وفي أمثلة شعبية زي لسانك حصانك إن صنت صانك، بتقول لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك. إذن الأدب الشعبي لما فطن إلى اللسان ودوره في حياة الإنسان وفي حياة المجتمعات نفسها فشدد على الحرص على هذا اللسان ومخرجاته من معاني ومن كلمات. بنسمع دايما مقولة بتقول ده لسان حاله بيقول كذا، وانه انسان سرحان مثلا وبيفكر في لسان حاله بيكلمه، فتفسير حضرتك لهذه المقولة ايه؟ هو هي مقولة مظبوطة، لانه احنا بنفكر اسرع بكتير جدا ما نتكلم، يعني 4 أضعاف تقريبا في السرعة، وبالتالي انا اي شيء بفكر فيه وعبال ما بينتقل الى انه يخرج للخارج في صورة الكلام بياخد 4 أضعاف الوقت. وبالتالي انه احيانا كتير جدا بيبقى لسان حالي بيقول ايه، يعني انا في الوقت ده بفكر ازاي على اللي انا هقوله او هرد عليه او هتكلم مع حد عليه، واحيانا ببقى بفكر في موضوع معين ما اديتش اجابه او ما اديتش تفاعل مع الاخر وببقى عمال افكر، فبيزيد هذا الوقت، وبالتالي كان في لسان جوه بتكلم مع نفسي فيه، برد على نفسي قبل ما اطلع هذا الرد الى الخارج. يا اسوه سكت البنت، خلي واحد يعرف ينام. وبعدين بقى في الليله دي الأستاذ الدكتور صبحي شفيق، لو اتكلمنا عن اللسان هو موضوع حلقتنا النهاردة، هو عضو هام بالنسبة للإنسان وهو وسيلة التعبير ووسيلة التكلم، فكيف تناولت السينما اللسان كعضو وكيف عبرت عنه كلغة سينمائية؟ عبرت عن اللسان في حالتين. الحالة الأولى أني أكون أخرف، يعني انعدام اللسان، وفي الحالة الثانية أن أنا أكون صاحب لسان قوي جدا، فصيح مثلا، فصيح ان اقول لك مفوه، يعني بيتفوه، كلمه تفوه من الفاء، يعني من الفم، يعني بيقدر يستخدم
الاطار بتاع اللسان اللي هو الفم يعني يكون خطيب. دي المشاهد بنشوفها كتير في السينما اللي بينتهي بيها الفيلم، حضرات القضاء، حضرات المستشارين، ويبتدئ نشوف ممثل بيترافع وبيدافع عن قضية بحرارة شديدة. الحالة التانية أصاب بدهشة، الحالات اللي أنا أفقد النطق، الحالات اللي أنا أفتح بقي وعايز أقول حاجة و